بجدد الترحيب بكل حضراتكم كل مشاهدي اليوم السابع في كل مكان. ما زالت الحرب في السودان تحصد الأرواح وتعمق المأساة الإنسانية وسط تردي الأوضاع للملايين من السودانيين. وبحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة قتل ما يقرب من 15,000 شخص في السودان بسبب الجوع. ومنذ اندلاع الأزمة تابعنا مع حضراتكم أنه أكثر من 18 مليون سوداني بيعانون من أزمة الجوع، وأطلق السودانيون حملة لإنقاذ السودانيين من الجوع. المزيد من التفاصيل معنا دكتورة أميني طويل خبيرة الشؤون الإفريقية، برحب بحضرتك معنا على شاشة اليوم السابع. أهلا بك يا جرمين وأهلا بالمتابعين. أهلا بحضرتك. يعني كيف تقرأي المشهد الآن وسط تردي الأوضاع الداخلية في السودان؟ هي إحنا أمام مشهد على المستوى الإنساني مأساوي ومثير لي يعني التعاطف ومحاولة يعني مناشدة الضمير الإنساني لأطراف الصراع السوداني الحقيقة أنهم يتوقفوا، لأن الحرب دي أثمانها على السودان يعني على أهل السودان مرعبة، سواء من حيث الجوع اللي حضرتك أشرت ليه، من حيث القتل، من حيث اغتصاب النساء، من حيث تشريد وتيتيم الأطفال، من حيث الأزمات النفسية اللي بيعاني منها السودانيين حتى اللي نزحوا بعيدا عن السودان اللي في مصر. يعني معدلات الوفاة بينهم عالية جدا نتيجة التروما أو يعني الأزمة، الإحساس بالصدمة. ورغم الأثمان الإنسانية المدفوعة الباهظة دي والأثمان الأخرى المرتبطة بانهيار بلد وتدمير مقدراته الشاملة وبنيته التحتية وكده، مفيش سبب منطقي لهذه الحرب. يعني حرب عبثية بالكامل، مرتبطة بطموحات في السلطة وبترتيبات للسلطة لمجموعات لم تستطع أن تتوافق على المستوى السياسي. يعني الثمن المدفوع سواء على صعيد دولة السودان أو على صعيد أهل السودان ثمن يعني مرعب، وعوائده ما فيش عوائد تقريبا يعني حتى لأطراف الصراع نفسه. وإذا استمر هذا الصراع، موضوع الصراع نفسه اللي هو البلد اللي اسمها السودان هي قبل للتفكك والحرب أهلية واسعة وللاندثار. برأي حضرتك كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة وما هي الطرق لحل الأزمة السودانية؟ يعني أنا في تقديري أنه يبقى في إرادة داخلية الأول لوقف الحرب، يبقى في إرادة داخلية للتوافق بين أطراف سودانية بعضها البعض. وأنا هنا لما بتكلم على التوافق ما بتكلمش على التوافق على المستوى السياسي بس، ولكن أيضا على المستوى الاجتماعي والقبلي والعرقي والثقافي. الناس تقبل بعضها البعض، الناس في السودان مش قابلة بعضها البعض نتيجة تعقيد موقف ونتيجة مشاكل تاريخية ونتيجة أدوار لأطراف ثالثة استعمارية وغير استعمارية، وضع معقد. لكن بتهيألي أنه الخطوة الأولى في هذا الكلام هو أن الناس تقف مع نفسها لحظة وتكتشف أنه الناس ربنا خلقهم مختلفين على بعض عن بعض ولازم يقبلوا بعض. هذا يعني الخطوة الأولية. الخطوة الثانية الحقيقة أن يبقى في إرادة دولية للمساعدة في وقف الحرب دي، عبر أنه الناس الداعمين لطرفي الحرب لازم يتم الضغط عليهم للتوقف عن هذا الدعم التسليحي واللوجستي وكذا، وبالتالي تقل قدرة الأطراف على الأرض أنها تستمر في هذا الصراع المسلح. بالتأكيد. كيف العالم ما يحدث من انتهاكات بحق الشعب السوداني؟ الحقيقة العالم عنده أزمات كتير، فالأزمة السودانية هي من ضمن الأزمات العالمية الموجودة، لأن أنت عندك حرب في أوكرانيا واسعة وعندك حرب في غزة انتهاكاتها مرعبة برضه. فالأزمة السودانية هي من ضمن أزمات، هي مش متفردة، وربما يكون انتباه العالم لها أقل من أزمات أخرى، لأن الأزمات الأخرى ربما مرتبطة بتوازنات النظام الدولي أكثر من غيرها. بالتأكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أميني طويل خبيرة الشؤون الإفريقية، شكرا لحضرتك على وجودك معنا وكل هذه الإيضاحات. شكرا. شكرا. لدينا نتابع مع حضرتكم كل التفاصيل الخاصة بالمأساة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني، وحصدت الحرب العديد والملايين من الأرواح حتى الآن. شكرا لحضرتكم على المتابعة.